لا والله يسهل عليكم، والله والبنات والبنات عرفتي اكسبتي شي خمسه دابا ديال خمسه، الا ما طلعتش صافي غادي نهز يدي من البنات. ليك اصاحبي ما عندهمش اصاحبي الواي فاي، ما عندهمش كونيكسيون في مره اصاحبي، واش مازال مكونيكتي شي تليفونات قدام ولا ما نعرف. والامنيه ديالي غير طلع شي وحده باينه بوجهها بحالك، غير نشوفها غير نشوف الجين، نشوف الجين سلاطي في والو. هي ما طلعتش انا مشات، ما عرفتش واش كيديروها بالعاني البنات، ولا ما حاملين شي بارطاجي، ولا كيجلسوا معايا في اللايف غابه شي سيدو الدراري اللي جاوا بالقرعه جداد. ما عرفتش ما عرفتش والله ما عرفت، نولي ناكسبتي ما عارفه ما غتطلعش، غير نشوف شي وحده اخرى. هي ما طلعتش على ثاني. شوف شكون اخر بغا يطلع معانا. تا اخويا طلع بريدج، اخويا كان الطرق باش ندوي مع الجولي يطرق هرونا الفتيات هنا. الو، الو السلام عليكم، كتسمعني اخويا العزيز؟ وعليكم السلام. كنسمعك. كيداير خويا اخويا سفيان؟ انت يا اما كندا يا اما امريكا، امريكان اش من بلاصه في امريكا؟ نورث كارولاينا. وريني امريكا مش ترجمه اخويا. اوريكم امريكان مش سرجة. انا عارف امريكا، انا بغينا نشوفوا الطبيعه، واش عندكم الطبيعه احسن ديالنا ولا لا؟ زوينه زوينه. شو الخارج باش كيعجبك؟ الشعر الشعر شجر احمر زرق صفر خضر، ما هذاك تسخاش سيدي دخل الدار كاع. نجيبو شي دوائر احنا كاع معاكم. صافي شفناها اخويا من الشر مرك في ميريكا. صافي انا عندي شي معلومات، حيت ان شاء الله جيت واستفدت منهم انايا، وما كرهتش نبارطاجيهم مع الدراري، بالخصوص اللي كيقلبوا على طوموبيل فاش يلاه كيحطوا رجليهم في هذه البلاد. انا عارف مرحبا. موضوع الطوموبيل بعد الخطرات كيكون حساس واحد شويه، ولكن الى الواحد مستعد انه يقدر ياخذ طوموبيله من الاوكشن، احسن حاجه يقدر يديرها هي هذه اللعيبه. يعني طوموبيله غادي يدخل غادي يتزايد عليها، وهنا كان فيه كيكونوا القوالب، يعني كيكون في حاله فحال اي ديلر كيبيع ويشري في طوموبيلات في هذه البلاد، ويقدر حتى هو يدخل ويتزايد على راسه وعلى حسب الطوموبيله اللي كتعجبه. كيف ما انت غادي تكون عارف هنا في هذه البلاد، لا ماجوريتي ديال الثمن اللي تيحدد السعر ديال الطوموبيل وهو المايلج. الطوموبيله تمام اللي كانت ضاربه بزاف، الكيلومتراج، الطوموبيله اللي كانت ضاربه بزاف ما كتبقاش تجيب والو. علاش؟ حيتاش الطوموبيله كتولي ديما طايحه لبنادم اون بان، وثمن ديال الميكانيسيان غالي بزاف، ديكو هنا الواحد كيبعد منها. دونك في هاد البلاد، حيتاش ماشي في حال المغرب، المغرب كنستعملوا المازوت بزاف، يعني الحديد ديال الالمان هو اللي مسلك في المغرب. بار كونتر هنايا لا بلوبار ولا ماجوريتي ديال الحديد كيكون اسونس، سو كي في احسن طوموبيلات اللي هنا كيكونوا هما الطوموبيلات اليابانيه جابونيه، سو كي في الراس ديال السوق تويوتا هوندا، وكتم غادي وكتبدا تقلب على ماركات اخرين. ديما تويوتا وهوندا هما الواعرين. دونك في هذه القضيه ديال اللي جيت نهار جيت انايا، لقيت السوق غالي بزاف في الطوموبيلات، كانت لا كريز، ما كانوش الطوموبيلات موجودين. شحال دابا انت باش عندك تقريبا؟ دابا انا في نورث كارولاينا هنا علينا عام، وفي ميريكان توتال؟ في امريكان توتال نقدر نقول لك واحد 10 سنين. تبارك حيتاش الله. 10 سنين. فين كنتي ساكن في الأول؟ كنت في الاول كنت سكن في نيويورك، تما فين كبرت وكل شيء، ولكن من بعد لقاتني المسيرة ديال الحياة، هبطت للمغرب عاوتاني، دوزت وقت طويل في المغرب، عاد واش رجعت لامريكان. انت تولدتي في امريكا ولا في المغرب؟ لا لا لا، انا زيت في المغرب، زيت في كازا. انا جيتي يعني تجمع عائلي؟ جيت في الاخر درت تجمع عائلي وطلعت. اوكي. في الاول فاش كنت انا في الميريكان كانوا عندي شي حيتاش مشاكل في الاوراق. اسمح لي قطع الناس، يقول لك يلاه جا الميريكان نور 10 سنين في ميريكان، لان هذه المعلومات هذو ما غتعرفهمش انت جديد. ضروري خاصك تكون تحكيتي شويه مع الديلرز والطانوبيلات باش تفهمني. انا شحال هذيك خدمت في واحد ديلرشيب، ماشي بزاف، هذيك تخرجت منها في ابريل، خدمت في واحد ديلرشيب و عرفت القوالب مزيان ديال الطوموبيلات، فهمتي؟ الثمن اللي كتمشي كتشوفو انت في ديلر شيب، الا دخلتي شفتي طوموبيله، احنا ندويو على لا مواندر دي شوز، غتشوف طوموبيله دايره واحد 10 المليون، تيقبيه هذيك الطوموبيله كناخدها انايا من عند مولاها فاش كيجي يبغي يبيعها، كناخدها من عنده بجوج ونص، تضربوا فهمتي؟ بنادم تسمع. لا ماشي تنضربو بنادم تلسما، هذا هو الثمن ديال السوق.
ولكن ما تنساش عاوتاني، انت ذكرت واحد النقطة زوينة، انه الانسان فاش يجي في الاول يشوف الطوموبيلات ديال الجابون، بحال قلتي هيونداي تويورا، كاينين بزاف، ولكن ما تنساش انه خاصهم يعرفوا واحد الحاجة، راه كاين الكلين تايرل وكاين سالفج، ولا هي كاين سالفج، هذيك يس سالفج راه ما غاديش تقبل لك في اوبر، ما غاديش تقبل لك في واحد البلاتفورمز اللي تقدر تخدمها من غير الا كنتي غير باش تسيركيلي بيها الخدمة. هادي باش حتى الانسان يعرف شنو هو سالفج. سالفج هي ديجا كانت في اكسيدون، يعني مشى لها التايتل القديم وعطاها واحد اخر. اوكي. اذا سمحتي لي، سو سالفجد كار كي قال لكم السي سفيان، عندك صح سالفجد كار ما تقدرش تخدم بها في اوبر الا كنتي باغي تهز الباسنجرز. بار كونتر تقدر تخدم بها في اوبر ايتس، تقدر تخدم بها في دور داش، تقدر دير امازون فليكس، تقدر دير شحال من حاجه. تماما. دابا لو سالفج كيفاش، حنا كنقولوا طوموبيل اكسيدونتي، ماشي ديما كتكون اكسيدونتي، غير هو الطوموبيل كيكون فيها ان ديغا اللي هذاك لو ديغا بالنسبه للاسيرونس في عوض ما تعوضك انتايا في طوموبيلتك بهذاك الثمن تتقام عليها غلا من لو فات ديال انها تقدر غير تاخذ من عندك انت الطوموبيل. سو كي في اون فوا كتشري، الى لاسيرونس شريت من عندك الطوموبيل ما خلاتهاش لك، اوتوماتيكمون كتاوكشن كتلاح في المزايده، كيقدر هنا يتبدل ليها التايرو ديالها. يا كتمشي سالفج، امتاش كتسالفج الطوموبيل؟ الا كان مضروب ليها الشاسي ديالها ولا الفريم فهمتيني، الفريم، الفريم خصو يكون مشى، خصو يكون تقاس، ماشي تمشى، خصو يكون عاد تقاس. اوكي. تمام. انا نقدر نوريكم طوموبيل واخدها انا من الاوكشن. وماشي غير الفريم، ولا لك الفاليو ديال المصاوبة نفس طوموبيل، يعني صافي حتى شي يقولك الا كانت فايتة 50% كيعطيوك الثمن ديالها، يمكن لاش يصلحوها لك في اغلب الولايات. بحال دابا في الولاية هنايا الا كانت فايتة 50% يعني درت شي اكسيدون، طوموبيل يساوي 10 بالمليون وما غيصوبوك 8 بالمليون، كيعطيوك الثمن ديال الطوموبيل وكيهنيو راسهم. اكزاكتلي exactly. ولكن ما غاداش تسالفاجا في هذه الحاله، على حيتاش حساب، على حساب. يس يس حيتاش السالف، حيتاش انا في نهار خديت الطوموبيل كان كنت صحابي غتكون عندي سالفج، حتى وصلني لي التايرو هذه شي شهر بحال هكاك، وصلني لي التايرو حليت قلبت باق تايرو كلين، فهمتيني انا تشوكيت. من هذه الناحيه دابا في المزايده ديال الطوموبيلات حتى هي فيها القوالب، كل دومين غتدخل ليه في هذه البلاد، كل دومين فيه عد ماليه كي كنقولوا حنا. اوكي، كاين اللي كيخدم غير في الاكشن، كاين هذاك هو طرف الخبز ديالو ذكي، خصوصا وحنا كنا كن الاشياء حنا كنا كناخذ الفلسطينيات الطوموبيلات كنا العراق كندفعوهم للاوكشن. العراق والفلسطينيين وكاع دوك العرب كاملين هما اللي حاكمين هادشي ديال الاكشنز. يس عندك صح في اللعيبه هذه، حنا كنا كنشريو الطوموبيل، حنا كنا كنشريو الطوموبيلات كونتيتي كبيره وما يمكنش لك تبيعها الا اللي بعتيها في الاوكشن، فهمتي؟ اذروايز خصك تحطها في اللوت، كتلقى شركه شاريه في نهار واحد كتلقاها يو نو اترافير الميريكان كامله كتلقاها شاريه 10000 طوموبيله في النهار. سو كيفاه باش تموفي ديك 10000؟ راه ما يمكنش الا حطيتيها في لوط وبقيتي كتسناها. تماما. يعني انت كتشري من عند بنادم، ديسباتشي داكشي كترونسبورتيه كتصيفطو للاوكشن، وفي الاوكشن داكشي كيتباع، شكون اللي كياخدو؟ حيت الاوكشن ما عندكش الحق تزايد على داكشي الا لك تي ديلر. دابا هنا فين كاينين القوالب اللي قلت لك انا نقدر نفيد بزاف ديال ولكن الناس. كاينين بزاف ديال الاوكشنز اللي تقدر تزايد على اي واحد، يقدر يتزايد، كاين الاوكشنز ديال ستيتس، الاوكشنز ديال الجوفرمنت، كاين الاوكشنز العاديين اللي كتسجل معاهم واحد الممبرشيب، ما عرفتش كيفاش في ولايتكم، ولكن كتخلص عليه واحد الفيز مرة في العام. دابا هذاك الفي باش تخلصوا عليه كاينين جوج الانواع ديال الفي، كاين الاوكشن اللي كتكون بوبليك، كاين الاوكشن اللي كتكون ديال الديلرز، على تمام. حسب اثمن اوكشن غادي تدخل ليها. احسن حاجه تدخل ليها هي الاوكشن ديال الديلر ماشي ديال البوبليك، حيت ديال ولكن البوبليك الديلر خاصك واحد سميتو ما عرفتش واش ديلر بالكلمه لايسنس. رخصه من الولايه، لانه لفت ما كانسان عادي بحالي انا ماشي ما عنديش رخصه ديلر، ما نقدرش نفوت 5 طوموبيلات في العام. ولكن انت باغي تدبر على الطوموبيل باش تسكر. لا لا، كنهضر لك الا بغيتي تقلبها بيزنس. لا انا كندوي دابا، انا حاليا كنصيفط الميساج ديالي للناس اللي باغيين يدبروا على الطوموبيل بثمن رمزي، حيت اش كاين اللي كيتم بحال دابا هنا غادي تتفق معايا انت في هذه اللعيبه، شي الا جاي شي واحد شي مغربي ولا مغربيه ولا منين ما جاي شي واحد، الا جاي من متروبوليس جاي لشي مدينه كبيره بحال نيويورك شيكاغو ما غيحتاجش طوموبيل، لا درتي طوموبيل في نيويورك راه عندك شي مشكل. بار تمام. كونتر اون فوا تخرج من متروبوليس شي غير هنا في نورث كارول، الا ما عندكش طوموبيل راه بحال قلتي رجليك مقطوعين. فكيف خصك في الاول فريمون دوز من واحد شويه ديال العرقلات والتعرقلات باش يلاه فهمتيني كي الحياه تولي مقاده واحد شويه.
ولا خصك تولي كتكري حدا لي لين ديال الطوبيس ولا شي حاجه، وشحال ما كريتي في واحد البلاصه اللي كيكون عليها الطلب على وديت الترونسبور، شحال ما تيكون الكرا طالع، تمام. شحال ما مشيتي شحال ما مشيتي الوسائل اللي تقلب على كل شيء، شحال ما الثمن فيهم طالع. داكشي علاش في الكانتر سكن ديما تيكون الكرا رخيص. الكرا رخيص في الكانتري، فهمتي؟ الا خرجتي عام المدينه واحد شوي، تخرج من المدينه واحد وشحال من واحد كيمشي بالفكره ديال لا راه خصني نخرج بواحد ساعه الا ربع ولا ساعه المكانه، نو نوت نيسيسيرلي. 10 مينيت تخرج على المدينه الكرا كيمشي من 1000 كيهبط ل 500 600، تبارك الله. وانت هي كتخدم فهمتي؟ في هذا الشيء، هذه الخدمه ديالك فول تايم، كتشري وتبيع في الطوموبيلات. شحال هذيك كنت انا ماشي كنت كنبيع ونشري في طوموبيل، انا خدام مع شركه اللي كانوا كيبيعوا ويشريوا في طوموبيلات. لا ولكن انا دابا حاليا لا دابا حاليا كنت خدمت انا في بيبسي من مورا هذيك الخدمه، ويلا كي مؤخرا خرجت من الخدمه دابا تنقلب على خدمه واحده اخرى. دابا ان شاء الله باغي ندخل لواحد الدومين ديال لي بانو سولير ديال الديور، بانوس الحاجة زعما شنو تيديروا؟ يديروا الانستالاسيون ديال لي بانو سولير للدار، تبدلوا لك الجريد ديال كتمشي من كونسوماسيون الكتريسيتي بحال الطاقة الشمسية وداك الشيء. الطاقة الشمسية. اوكي مزيان. وشنو الحرفة ديالك مثلا، الحرفة ديالك يعني اللي كتفهم فيها مزيان؟ الحرفة ديالي أنا قبل ما نخرج من المغرب كنت أستاذ جامعي، ويلي، كنت أستاذ جامعي انت و كتقري في الجامعة؟ كنت كنقري في الجامعة، كنت كنقري في الجامعة البريطانية اللي كاينة في كازا، وقريت في الجامعة الأمريكية اللي كاينة في كازا، تبارك الله. وشنو كنتي كتقري؟ كنت كنقري ماركتينغ كومبورتمون كونسوماتور، كنت كنقري بزنس انجلش ريسيرش ميثودز. تبارك الله. وكنتي كتقريهم بالانجلي ولا بالفرنسي ولا لا باش؟ بلونجلي كنقري. ما شاء الله صعب. هذه الشركة كاملة صاحبي وما تديروش يس علينا. دابا المشكل وهو انك اللي مشيتي تجي لهاد البلاد، حنا ما غاديش نعمموا ونقولوا ان حق الامريكان ماشي في حال كندا ولا شي حاجه، يو نيد كنيديان اكسبيرينس. اوكي الامريكان كتقدر تزهق في هاد اللعيبه، ولكن صعيب بزاف انك تقدر تجي وتلقى خدمه في نفس الدومين ديالك وتعاود تبرونشا في نفس ستاتيو اللي كنتي خليتي في المغرب، بارك بلا ما الله. تعاود تقرا، بلا ما تعاود تمرمد، بلا ما تعاود، فهمتيني، تعاود تبدا كل شيء ازيرو. واو. انا وشحال اسمح لي قاطعتك، مصطفى سميتك ياك؟ حمزة تحياتي اخويا حمزة. بالنسبة ربي شحال يخليك. كان الفلاش ديالك فاش كنتي كتقري تبارك الله في الجامعة في المغرب؟ 26 واو ما شاء الله صاحبي. وشو يخليك شنو كنسميو يعني المستوى الدراسي دبلومة، ديالك في المغرب؟ عندي MBA ماستر في بزنس ادمنستريشن درتها في البروجكت مانجمنت، وعندي BA باشلر في الانترناشونال ماركتينج. وما باغيش تكمل القراية هنا ولا تاخذ شي حاجة؟ في الامريكان زعما يا اوكي كاينين هنايا عاوتاني جوج ديال الطرق اللي يقدر يديرها الواحد الى جا الامريكان. كيف الى جيتي الامريكان ديجا عندك ان ماستر، هنا خصك تبدا تخمم واش بغيتي تبينيتري الدومين بروفيسيونيل، يعني الا بغيتي تبينيتري لو دومين بروفيسيونيل بان ماستر اللي ديجا جاي به جاي من المغرب وتعطاتك ايكيفالونس عليه، خاصك ضروري دير سيرتيفيكاسيون. يا يعني غادي ليكيفالون، تمشي يا الى ليكيفالون. اختي ليكيفالونس وتعطاتك ايكيفالونس ديال الماستر، خاصك ضروري تاخذ واحد لي سيرتيفيكاسيون زايدين، بحال قلتي غادي تاخذ PMP بروجكت مانجمنت بروفيشنال، تاخذ لين سيكس سيجما، تاخذ دي سيرتيفيكاسيون اللي تيجعلوك تقوم بدوك الاوبريشنز اللي كديرهم في الخدمه يكونوا مضبوطين بواحد المعايير ديال الايزو ولا ديال شي حوايج، فهمتي، ديال الخدمه متقونه لواحد الدرجه ديال، فهمتيني، بحال اللي تيجعلها تكون بروفيسيونيل. بحال الشكل ديال الا كان عند سوبر مارشي كان عندهم البيض والحليب والفرماج ومشات تقطع الضوء، اوتوماتيكمون خصهم يخرجوا داكشي كله يلوحوه. علاش؟ حيت خصهم يتبعوا واحد المعايير لي ستريكت كاينين في البيزنس ديال. الا جيتي الامريكان ودرتي دكتوراه بي اتش دي غنصح بها الواحد الا لا بغى يتبع المنهج الدراسي الاكاديمي. بي اتش دي ما عندنا ما دير لك من غير الا كنتي باغي تعاود دير استاذ جامعي. واو. دابا انت ما باغيش دير استاذ جامعي هنايا؟ I love being a teacher. I love being a lecturer. واو. فهمتي؟ It was my passion. ما ولكن درتهاش. غدير ان شاء الله، يعني كتفكر في انك إن شاء تقدر. الله القدام. إن شاء الله من هنا القدام ياس. بالنسبة لي أنا
شحال هادي تفرجت واحد الفيلم قال لك those that can do teach و those that can teach teach gym. كاينه تيقول لك المثال، تيقول لك اللي ما تيعرفش يدير تيقري، واللي ما تيعرفش يقري تيدير استاذ ديال الرياضه. كاين المهم يكون استاذ. المهم لا دابا بالنسبه لي انا لا درتي استاذ غادي تدخل وغادي انا البيداغوجي ديالي ما عمرها كانت غير نبقى نعطي البنادم مقرر ونبقى نقرا عليه داكشي اللي يقدر يقراه في مقرر، فهمتي؟ ولكن انا بالنسبه لي باغي نعاود انتيغري المارشي بروفيسيونيل، باغي ندخل فهمتيني، باغي نتعلم، باغي يعني بروغريسي موتيفي، كتحس براسك موتيفي باغي تعلم بزاف الحوايج. اوف كورس باغي بروغريسي في لا كارير بروفيسيونيل. تمام. باغي اسمح لي غنقاطعك، اسمي قلتلي زهير ياك؟ حمزة. حمزه. اسمح لي حمزه، عندي بعض الاسئله الى قدرت الى ممكن مرحبا نسولك. مرحبا. شوف انا الانسان اللي كيطلع في اللايف وكيبقى يهضر على شي لعيبه تنقدر نقول لخونا هذا عنده ما يقول كنخليه يهضر، وانت كذلك يعني تبارك الله فاش بديتي كدوي خليتك لانك بقيتي كتقيس شي حوايج اللي ما كنهضروش فيهم في اللايف. فالسؤال ديالي مرحبا. اخي حمزه هو كاستاذ جامعي في المغرب، كيفاش قدرتي تخلي كاع دوك السنوات الدراسه وديك الخدمه اللي واعره وقررتي تجي لهنا وتبدا من ازيرو؟ علاش زعما بالضبط؟ بمجرد حاجة واحدة وفهمتيني، كون معايا صريح، كون معايا صريح. وبطبيعة الحال غنكون معك صريح. أنا شوف كي كنصارح كل شيء فهمتيني، what you see is what you get. علاش خليت أستاذ جامعي في المغرب؟ حيتاش ما كايناش شي حاجة مسوقة في المغرب. أنا كان ديما عندي فكرة واحدة، نجي لميريكان غندير باسبور في جيبي، ديك الساعة غنهبط المغرب شد وستون. طرات شي لعيبة كتقصد بي ديال الطيارة كطلع في حالك، يعني دابا تا ودي استاذ صراحة جامعي هي في المغرب ما عندوش مثلا ديك الخلصه ولا ديك داك الشيء اللي كيستاهل. أستاذ جامعي في المغرب كنت كناخد 300 درهم الساعة. ما غنافق ما واو، غنافق شحال الشهر كتجيك؟ 300 درهم الساعة. كاين الشهر اللي كنت كتدخل فيه 4 مليون، كاين الشهر ديال جوج، كاين الشهر فيه 8000 درهم على حسب السوايع اللي غادي تقرر. هادشي ما كاينش السوايع، ما كنزيدش السوايع. الماكسيموم اللي كنت كنخدم انا كنت كنضرب 2 3 ل 4 او غرو ماكس. بعد خطرات الجمعة كنت كنبقى خدام حتى 11 الليل، من 9 الصباح حتى 11 الليل. ما ساهلاش. واخا تقول كاين فلوس بزاف كتبقى واقف ضارب صباط مزير، كتبقى واقف النهار كله دو 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 ما كتساليش. عاد باش تزيد، عاد باش تصحح، عاد باش كاينين الدراري ولا الدريات اللي كيبقاو يطلبوك تيقولوا لك عافاك انا بغيت ندير واحد الحاجه اكسترا وبغيتك تصحح عليا وكل شيء، وكتقول لهم ما كاين حتى شي مشكل وكتعاون كل شيء، واللي تيسولك على شي حاجه كتمشي وكتبقى دير الهوم وورك ديالك وتبقى تبحث عليها وتطلع عليها وتفيد اي واحد باي معلومه. اوكي جات كورونا ريحنا، كمل واش كمل اخويا الحقيقة حمزه، راك المهم؟ صدمتيني. زيد زيد، كمل كمل كمل. جات كورونا ريحنا من الخدمة، صافي سيرو تهلا وسدينا المدرسة إلى السنة الدراسية المقبلة. كورونا ما بغاتش تحيد السنة الدراسية المقبلة، جات كورونا عام واحد آخر، العام الثالث. أش غدير؟ أنا عندي generally speaking عندي بروفيل فرانكوفون، عندي بروفيل أنجلوفون أكثر من اللي فرانكوفون. بحال كي كان طالع الدري ديال قبيله نسيت واقيلا سميتو، كان كيدوي على كندا. كنقسم لك فمي بالله وانا مستعد نوريكم البروف، لا انت ولا 1533 واحد اللي تتفرج. طلعت في الهزه ديال كندا لونطري اكسبريس، طلعت فيها جوج المرات، دماغي عصرتو مع كيفاش غنطلع الدوسي ديال كندا بلا ما غنمشي للبيرو بلا حتى شي حاجه. عارف عليه كل شيء اللي خاصو يتعرف، نقدر نفيد اي واحد به. دوزت الامتحان ديال الفرنسي، دوزت الامتحان ديال لونجلي، درت لي درت لي زيكيفالونس اللي كاينين. طلعت في كندا جوج خطرات ولكن كنت مامن غادي نطلع في امريكا، فهمتي؟ طلعت النوب الاولى في كندا انيوريتا، عاود عاوتاني داز السيستم عاوتاني البروفيل مره واحده اخرى. طلعت في كندا النوب الثانيه. الهزات ديال كندا كيكونوا الا كان هذاك الدري باقي كيتفرج ولا اللي كيفهم شويه في كندا. النوب الاولى طلعت في البول حيت كانت عندي 483 نقطه، تهزيت عادي في سي ار اس درا. النوب الثانيه تعطاتني بي ان بي نومينيشن ديال لونتاريو، بي ان بي نومينيشن اوتوماتيكمون ل 483 نقطه كتكون عندك كتزيدك 600 نقطه، وليتي في 1083. 1083 بينك وبين كندا بيا ديال الطيار. واو And I truly believe
غادي نجي لميريكان. كنتي وبقيت باغي شديد ميريكان والسلام عليكم، ما بغيت حتى ميريكان ميريكان، حيتاش ميريكان عرفتها فاش كنت كنسافر لها فاش كنت صغير، كنت كنشوف وهذاك الحلم فهمتيني، بغيت نعاود نرجع ضروري خصني نجي لميريكان. كانت عندي هذيك الفكره عندي في دماغي، ناس كنت كنعرفهم في المغرب، ناس اللي عاشرتهم واللي عرفتهم والعائلات والصحاب اللي تعرفنا عليهم، كل شيء كيقول لك زعما انت ديجا خدام هنا في المغرب مزيان، وفعلا كنت خدام في المغرب مزيان، تيقول لك زعما علاش غتمشي. يعني وانا كان داكشي اللي ديما بغيت انا نشوف. تبارك الله كتوصل لها حتى 4 المليون في الشهر، ويعني راك شوف اي واحد تيتخلص 4 المليون راه ما غيخليش المغرب ويمشي لبلاصه شوف اخرى. شوف انا نقول لك انا شوف واش كنت كنتخلص مزيان، واش كنت فايد جيت لامريكان وعاود هبط المغرب، حيت شحال من واحد غيسمع ويشوف هذا الشيء يقدر يقول لك يعني انت هذا ديجا كنتي السيد. كتجي لميريكان وكندا دابا انت اللي ولكن بخدمه ما عندك ما كاينش شي قنصله غتقول لك ما عندكش الفيزا. ولكن شوف لا كاينين بزاف ديال العيبات في القنصليه، كاينين بزاف ديال التويشيات اللي تقدر دير باش تلوب في داك السيستيم ديالها. اوكي انا ما تنقولش زعما كاينين شي حوايج ديال اللي كندوي على حتى شي حاجه اللي خارج القانون ولا الليغو، غير هو في واحد لو سيستيم ستريكت كنديرو حنايا المجهود ديالنا باش نضعفوا الحدود باش نسلتو، فهمتي؟ انا ما تنقولش تمام شي حاجه اللي الليغو. اوكي كنبقى ديما انا ولد باب الله، ماشي زعما شي حاجه اللي ايبر درنا شي يعني حوايج، كتقولش تحيت انت شعبي ولد الشعب كل حريت شعبي ولد درب جديد بورغون اللي كيعرف اللي كازا. كيتفرج هنايا كازا، اش من بلاصه بكازا انا ولد درب جديد بورغون، وعاوتاني كنت ساكن في الولفه كنعرف غير اللي الوسط تيعرف الرابط بورغونا. اللي تي اللي تيعرف هاد البلايص. كنت خدام في بول نيتش في كازا نيتش، كنت قبل عاوتاني خدام في واحد الشركه في تكنو بارك مع واحد السيد الله يعمرها دار، مع واحد الناس الله يعمر عليهم الدار، حتى هما خدمنا معاهم مزيان. حيت فاش كنت خدام في الدومين بروفيسيونيل ولا في المارشي بروفيسيونيل في المغرب، صراحه ما كاينش فلوس، كاينش اللي غيخلصك، كذب عليك الكذاب. ما ومن موراها فاش سدوا المدارس وريحنا ما بقات لا خدمه لا والو، كنا الحمد لله دايرين تحت منا واحد الطرف ديال الفلوس اللي بقينا منه كنبقاو نقسطو بشويه بشويه بشويه. ولكن جات واحد الوقيته اللي كورونا تعاشرات معانا وضربات معانا عامين، ولينا كنقولوا راه خصنا نوضو نموفيو ونديرو شي لعيبه. الدراري اللي عندهم مع لونجلي، كاين واحد سونتر دابيل في كازا اذا كان ممكن نعطيهم السميه ماشي مشكل، شنو كيدير السنتر دابيل؟ واحد السونتر دابيل ديال واحد السيد هنا في الامريكان، كان حتى هو هنايا في كاليفورنيا. هذاك السيد صوب واحد وقيل خدم، انا جاني خدم في شي ديلرشيب ديال طوموبيلات، وشنو دار؟ طاحش عليه واحد الفكره ديال صوب واحد السوفتوير كي ماناجي لك لانفونتير ديال الطوموبيلات، وتبقى يبوستي لك كيدير لك لا بوستولاسيون ديال لي زانونس فيسبوك كل 24 ساعه، وتي تيبيع هذاك السوفتوير لشركات اخرين هنايا في امريكان. سونتر دابيل كتخدم فهمتيني تيلي اوبيراتور ما كتفرانيش، ولكن تيخلصوا مزيان اوكي بارابور للمغرب. لو سونتر دابيل سميتو فيدوس، فيدوس سوفتوير راه كاين في المغرب، كاين في سيدي معروف لداخل، كتخلي رونبوان المستقبل وتهبط لتحت بحال اللي غادي تشد طراك ديال البوسكوره. سالير دو باز ديالو من الدقه الاولى تيبداو لك ب 7000 درهم، الا ضربتي لوبجيكتيف ديالك النوب الاولى اوتوماتيكمون كتاوغمونت كتطلع 9000 درهم ديما، ماشي كتضرب اوبجيكتيف خصك ديما تبقى تضربه، فهمتي؟ اون فوا تضرب يا لوبجيكتيف مره واحده كتطلع 9000 درهم. بالنسبه لي 9000 درهم في سونتر دابيل في المغرب ما كاينش اللي غياخدها. تمام كاين الله. كنعرف ناس، كنعرف ناس انا يب ماستر خدامين ريسبونسابل في شي كونت ياخذوا 5000 6000 درهم، اعرف دي زانجينيور جلسوا حدايا في نفس البيرو كياخذ 6000 درهم. واو كاينين دي سونتر دابيل في المغرب، كاين اللي كيضرب فيهم 15000، كاين اللي كيضرب فيهم 18000. انا ما تندويش على ماجوريل، اسمحوا لي عاوتاني الا جبت لا مارك وحده، سونتر دابيل فيه وفيه. الا كنتي باغي تكون كومي احسن حاجه انا بالنسبه لي اللي غادي يدخل سونتر شي اي واحد باغي يتعلم اللغه باش يقصد بها كندا ولا يقصد بها امريكان، شي نيمبورت دومين شي الا كنتي في واحد الدومين اللي ديجا انفستيتي فيه 7 شهور ولا نيمبورت وما بقى لك والو على الضرب عام ديال لا كارير، حيت خصك ضروري عام ديال الاقدميه في اي شركه بلا سي ان اس اس وبالتويشيات ديالك باش كتدفع لكندا باش تشد باش تقبلك كندا. اذروايز الا كنتي باغي تبراتيكي لا لونغ ديالك تلاح سونتر دابيل، تمام. غير هو خصك تكون موجود الكاسك، والكاسك ماشي اجي والستريس ودي تماما.
ما الكاسك عنده مواليه، يكذب عليك الكذاب ويبقى يقول لك شي واحد اخر كيما ديال سونتر دابيل ساهله، انا كنعرف ندوي عندهم مواليها. كاين لي سونتر دابيل كيدخل كيضرب فيه 2 مليون، كاين لي سونتر دابيل كيدخل كيضرب فيه شهرين 3 شهور وتيخرج منه. تمام، خصك تكون خدمة عندك شوية فريمون، صعبة، هي خدمة شوية صعبة. بس خدمه صعيبه. وشي اي واحد اللي كيقول خدمه صعيبه في المغرب وباغي يجي الامريكان عكتف، كي كيقولوا ليها زيد اطلع كوما يمك فهمتيني، غادي تشوف التمارة ديال بصح. باغي تجي لهاد البلاد كاينه تمارة فهمتي. المغرب كتدخل تقدر تدخل شركه، شنو نقول لك، كتدخل كاين الخدمه كتخدم، ما كاينش خدمه كتبقى مريح كتبقى وتضحكهم، لا انا كاين تمام الخدمه، انا خدام كتخلص خدام فهمتي. تماما ساليتي داكشي اللي كدير اجي ويشوفوا لك حاجه اخرى. بالنسبة خويا حمزة، بعض الكومنتات كيسول واحد سؤال، بحال انت كنت قلتي 10 سنين باش مشيتي لأمريكا عن طريق التجمع ياك. ولكن انا مؤخرا كنت في المغرب كي قلت لك، انا اخر جيت الميريكان في نوفمبر الاخراني، اوكي، ولكن واش يعني كانت عندك ديجا الفيزا ولا كان عندك باسبور ولا كيفاش؟ كنت كنجي فيزا توريست. يعني كتجي وتمشي، كنت كنجي وكنمشي. يعني ما كنتيش مستقر مازال، يعني لا ما لا كانش عندك جرين كارد ولا داكشي، لا ما كانش عندي جرين كارد. جرين كارد يلا خدتها مؤخرا، وخديتي عن طريق تجمع عائلي زواج ولا خديتها عن طريق التجمع، وكنت اي حجره كنقلبها. ماشي انا ما بغيتش اي واحد يسمع يقول لك تجمع صافي فهمتي، زعما لا تجمع. كنت كل عام كندفع قرعه، كنت كنقول لك دفعت لكندا، فهمت السيستم ديال كندا ظهرا عن قلب. تهزيت في لونتري اكسبريس ديال كندا جوج المرات ورفضتهم، حيتاش كنقول راه ولو نيوريهم راه غادي نعاود نتهز فيها، ولكن خليني تنطونطي لا شونس ديال الامريكان. صدقات مرحبا، ما صدقاتش راه كاينه كندا. كندا كديرها بلان بي، وحاشا واش تكون كندا بلان بي لكتي في المغرب. كندا راه شي حاجة واعرة. كندا واعره، كذب الله حرام، كندا واحد البلاصه اللي واعره فهمتي. كندا احسن من الاوروب كامله اللي اي واحد كيتفرج فيه تماما كاين. فهمتي. كندا احسن من الاوروب. كتبقى امريكان عنده واحد لافونتاج شويه على كندا من ناحيه ديال لي برودوي اللي كنكونسوميو كيكونوا هنا رخاص شويه. من ناحيه الجو عاوتاني امريكان احسن من كندا واحد شويه، ولكن انا بالنسبه لي انا اي واحد باغي يخرج كندا فهمتيني خصها تكون توب امريكان، توب اوروبا حتى هي توب خصها تكون عندك، خاصك تونطي كاع لي شونس اللي عندك. كاينين بزاف ديال الدول اللي دايرين سيستيم دي ميغراسيون ماشي غير كندا بوحدها ولا امريكان. كنت دافع للدنمارك، كنت دافع لاسترالي، افين ما كاين شي قن دافع ليه، وكنت استاذ جامعي، هادشي اللي كيضر بنادم في راسو. وبالنسبة للأستاذ جامعي كنت نسولك على واش كنتي خدام مع شركة بريطانية، قلت لا كنت خدام مع مدرسة، مدرسة واش مغربية ولا مدرسة أجنبية، مدرسة أجنبية كاينة في المغرب، كاينة في كازا. وكنتي كتقري يعني غير من الدار ولا كنتو عندكم مثلا شي لا لا كنت كنقري في يونيفرسيتي عندهم في المدرسة في الانستيتيوت. وشحال ودرستي يعني شحال من سنة شحال قريت؟ يا شحال الوقت؟ قريت من أكتوبر 2018 حتى لجويي 2021، قريت 3 سنين. تبارك الله 3 سنين. وكاع الطلبة كانوا يعني تما تيقراو سلسلة الماستر ولا شنو كانوا كيقراو كان ولا اللي كيقرا الماستر، الوقت؟ كان اللي كيقرا الماستر بالليل، وكان اللي تيقرا الليسونس بنهار، ومغاربة اللي كنتي وكانوا عنده كتقراو ياك. مغاربة، كاينين الليبيين، كاينين الناس اللي من سوريا. المهم في المغرب كاين كل واحد ومنين، كاين اللي من مالي، قريت ناس من ليبيا، قريت ناس من مصر، كاين اللي في البرازيل كيقرا معاكم في المغرب، كاين اللي من كولومبيا، كاين اللي من الارجنتين، كاينين اجناس ديال بنادم في المغرب. واو، يعني داكشي علاش لربما كان شويه الخلاص طالع، يعني تبارك الله قلتي كتوصل حتى ل 4 مليون في الشهر، حيتاش كتخلص عن طريق خلصه اجنبيه ياك. لا كنت خلص خلصة مغربية. علاش الخلصة طالعة واحد شوية؟ حيتاش عاوتاني فاش كدير النيش، فاش كتمشي لواحد الدومين اللي ما كيديرو حتى شي واحد، حيتاش باش تقري ليكونومي في المغرب، راه لا ماجوريتي ديال ليكونومي اللي كتقرا في المغرب كتقرا بفرنسي، ولكن باش تقري ليكونومي بلونجلي هذه حاجة واحدة اخرى. واو، يعني كنتي كتاخد داك النيتش اللي ما عندوش اللي ما يمكنش منه بزاف. قليل. يعني اي واحد كيقري في هاد المدارس اللي كندوي لك عليهم اللي كاينين بحال الاخوين اللي كاينه في افران، اي واحد اللي تيقري كيكونوا كلهم دي زيكسباتري اللي تيقراو تما في المغرب. بار كونتر انا كنت من اعين الاساتذه اللي كان كيتخلص تما،
راه كاين اللي كياخذ 1200 درهم الساعه، كاين اللي كياخذ 2000 درهم الساعه في مغاربة. اليونيفرسيتي انت مغاربه، واو اللي شوف كاين اللي كيضرب 2000 درهم الساعه مغاربة هادو مغاربه مغاربه. شاد. واو كاينين اساتذه اللي شفتهم انايا يعني دابا على اللي تقريبا استاذ جامعي في المغرب، انا كان يسحبني كيوصل ديك 2 مليون ماكسيموم كذا ساعه، قول لي استاذ جامعي كتب عليك كتاب استاذ جامعي ديال الدوله النهار الاول اللي تيبدا ب 8000 درهم، هذا خاصو استاذ الاقدميه جامعي في لافاك. استاذ جامعي فاش يلا تيبدا تيقول بسم الله تيبدا ب 8000 درهم، وخصك تكون شكون وشكون باش يلا توصل استاذ جامعي، شحال من يعني كونكور ماشي خاصك اي دوز واحد يقدر يولي شي استاذ بعدا، جامعي. وانت بعدا باش تفاليدي غير الليسونس راه خصك تكون خاطير في المغرب، شحال خاصك ديال كم حيت انا شفت ناس تيقراو، عاونت ناس اللي كانوا تيقراو في لافاك ديال المغرب. خويا انا كنت كنقري ليكونومي بلونكلي، انا ما عنديش مشكل في لونكلي، كندوي بلونكلي بحال كي كندوي دابا بالدارجه. اوكي كاينين شي ناس اللي كانوا كيقراو في لافاك ديال دو مارس ليتيرير اللي كانوا كيديروا لونجلي كاينين وبطريقه هادو ما. في كازا ولا الرباط ولا زعما جامعة كاينه في الطرق. كازا اوكي جامعه عين الشق كيقراو لونجلي، السلك الادبي كيقراو هذه اللغه الانجليزيه. كاينين شي ناس اللي عطاوني امتحانات وكانوا في وسط الامتحان تيديروا الامتحان تيخرجوه. اوكي تصنف خرجوا الامتحان، ماشي كيخرجوا، كانوا في الامتحان صوروا لي الامتحان صيفطوا لي قالوا لي طن، عطيتهم الاجوبه رديتهم ليهم، ناس كنعرفهم صحابي انا متاكد منه صحيح، فهمتش الناس ما تيفاليديوش. واو هنا هاد اللعيبه في المغرب كبيره بزاف، كل استاذ يبغي يفاليدي لك يفاليدي لك ما يفاليديش لك ما يفاليديش لك، واكبر مشكل كيطرى في هاد اللعيبه وهو تيريب الثقه في النفس ديال اي واحد اللي تيقرا. علاش؟ حيت هذاك الاستاذ بحالو بحال البوليسي، عنده واحد الكوطه، كيف البوليسي عنده كوطه ديال البروسيات خصو يدخلها، الاستاذ عنده كوطه ديال شحال من واحد خصو ينجح. يعني واخا تجاوب كل شيء صحيح. شوف كنقول لك انا خرجت امتحان، انا خرجت امتحان ما فاليديتش، واو هادي ما عمرني سمعتها انا في هادشي ديال الماستر ولا الدكتوراه. لا باش تطلع الماستر خصك تكون شتي في المغرب الا بغيتي تقرا، الا مشيتي للبوبليك في المغرب الا بغيتي تقرا خصك تكون ماشي غير واعر في القرايه، خصك تكون واعر ديال بصح. شنو حيتاش تقصد بواعر ديال بصح؟ زعما الحاس يس انت في القرايه هادشي كاين في الماستر يس الحاس. يس بيج تايم يس يس والله لا درتي الماستر لما الحس، خصك تكون عندك لسان مدلل في الارض فهمتيني، غادي كتجر فيه بقوه مواعر انت في الحس غير والدكتوراه باش تطلع الدكتوره. ويلي علاش دابا علاش كتظن الاساتذه اون فو تيطلعوا كيبداو يسقطوا واش في هادشي غير راه السيستم في المغرب راه داز في واحد الحر. ولا في هادشي في الدول المغرب، كلها؟ لا هادشي في المغرب وهادشي في بوبليك. انا فاش كنت كنقري استاذ جامعي فاش كنت في بريفي ما كانش هادشي راه الناس كومونتيرات تيقولك بصح كاين هاد الهضره هادي. يعني دابا الناس اللي دابا بصح. ويلي تقول شوف انت قرايه ما تحلمش تقرا واخا تكون والله كتقرا لا على قريت الفيزا. والله لا قريت، وانت بنادم تيولي يطلب يا ربي ان فاليدي، وبنادم كيولي باغي يدي كومبونسي في لي موديل ديالو. ما كيقلبش على شي نقطه ديال مونسيون ولا شي حاجه، يعني تيقول لك انا غير بغيت غندوز. وانت كاينين اساتذه مراده صاحبي في المغرب، واستاذ داز من واحد الحر اللي قبل ما تيتخرج تيتخرج وهو مريض. انا واحد الدري عاوتاني الله يذكره بخير عنده ريسيرش بيبر ديالو، ريسيرش بيبر وهو كتقرا ديك 3 سنين في المغرب كتسالي عندك اش كيقولوا ديسرتيشن لا تيز ريسيرش، فاش كتقرا 3 سنين عندك لو بروجي فان ديتود، بحال الشكل اللي صحاب ليكونوميك يكون عندهم ان بروجي فان ديتود، الناس اللي تيرير تكون عندهم ريسيرش. تصنت لي مزيان دابا هذيك ريسيرش، انا اللي بديت الاوتلاين ديالها انا اللي مطابي، عطيته لذاك السيد داه عطاه الاستاذه قراته قالت لي هذا ديالي منين جبتيه، الاستاذه بهضرتها قالت لي على اساس ان هذاك الشيء ديالها هو منين جابه، مع العلم انني انا اللي كاتبه بدي وما انسبيري من حتى شي بلاصه وما قاري في حتى شي بلاصه، داك الشيء ما واخد لا معلومات لا والو كاتبه انا راسي. واو شوف دابا هادي شوف لو نيفو ديال لا بسيكوباتي ديالها شوف فين وصلها،
داكشي علاش ما وهذه عندناش كتقرب من الناس. الدكتورات بزاف في المغربين، يعني تيقول كان اش عندي تسير الدكتوراه ولا شي حاجه، قلي بحال اللي ما عرفش شنو كتقلب. بيان سور الماستر ما كطلعش ليه، الماستر ما غتوصلش ليه، الماستر خصك تكون، ما كنقولها لك وكنبقى نعاود، ما خصكش تكون واعر غير اكاديميكمون في المغرب باش تكون قاري، خاصك تكون سياسي. خصك تكون سياسي، خصك تكون لحاس، خصك تكون كتكوى في قلبك وكتسمح فيه وكتقول ما كاينش مشكل، كتمشي كتبقاش بريباري بالسيمانات على السيمانات على السيمانات، وفي الاخر كدوز امتحان ما كتفاليديش، وواحد اخر سطل كان ديما حداك في القسم يقدر يفاليدي، كاين استاذ اللي تيسقط اونفي على قدو ما تيدوزوش. هادو مشاكل ديال بصح كاينين في المغرب، بنادم ما ولكن بغيش ماشي يطرق فقط في لهم. الجامعات كاملين، ولكن في بعض الجامعات لا، يعني مزال ماشي كاع الاساتذه يعني غيكونوا خايبين، ضروري غتلقى بنادم تيدوزك نجحتي دوز. بيان سور استاذ فيه وفيه، انا ما تنعممش وتنقول كل شيء، ولكن شوف شي غير لو فات ديال هادشي كي اكزيستي وبنادم تيدوي.